الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ألقت هذا الأربعاء خطاباً بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة وتقديم جدول أعمال الحكومة، مناسبة حضرها الأمير تشارلز نجل الملكة للمرة الأولى منذ 17 عاماً من الغياب. الملكة تطرقت إلى مجموعة من التعديلات أهمها قضية الهجرة غير الشرعية التي باتت كابوساً يورق البلاد، إضافة إلى تضييق الخناق على تقديم الرعاية الصحية المجانية بالنسبة للأجانب لتصبح بريطانيا أقل جذباً للمهاجرين. حكومة سوف تقدم مشروع قانون جديد، تقول الملكة، للمزيد من الإصلاحات خاصة بما يتعلق بنظام الهجرة في بريطانيا. مشروع القانون الجديد سيجذب الناس الذين سيساهمون بشكل إيجابي في البلاد ومنع أولئك الذين يرغبون في الاستفادة فقط. قانون لن يسمح للمهاجرين الذين لم يعملوا ولم يدفعوا الضرائب بالحصول على نفقات الرعاية الاجتماعية ذاتها. هذه التغييرات السياسية المطروحة للنقاش على مائدة الحكومة تم الإسراع في طرحها بسبب النجاح الذي فاق توقعات لحزب استقلال المملكة المتحدة والذي يهدد المحافظين في الانتخابات العام المقبل في العام 2015.